quelles propriétés affectent l'inertie, la quantité d'inertie que l'objet possède? شو كانت؟ السرعة. لا مش السرعة أبدا. بينت الشاشة عندكم هلا؟ لا الشير سكرين لسه ما لا طلعت؟ لا ما مبينش. يلا تمام، خلني أرجع أعمل لك شير مرة ثانية. بسم الله. شو عم بيقول؟ You are recording. طيب أوكي فهمنا، I'm recording. خلينا نرجع نعمل شير سكرين another time. بسم الله. هلا مشي حالها المفروض. اوكي، فكنا عم نقول امبارحه انه اذا اخذنا العربيه التسوق، الشاريو تبع التسوق، تمام؟ هلا اذا كان فاضي، اذا انا بعمل عليه فورس صغير بلاقيه بتجاوب دغري، بس ولكن بس يصير الشاريو مليان، اوكي، بصير بيعذبني حتى يتحرك، صح ولا لا؟ اذا شفنا امبارحه انه كل ما الماس تبع الاوبجي بتزيد، كل ما الريسبونس اذا بدك او التجاوب تبع هيدا الاوبجي شو بيصير؟ بيصير اقل واقل. طيب هل العناد هيدا او هالريزيستانس هيدي او سيت توندونس ان با اكسلري، شو سميناها امبارح؟ سميناها انرسي. وقلنا لكان انه الماس دو كور اون مزور، هي عباره عن مقياس لشو؟ لهيدي لهالريزيستانس او لهيدي الانرسي. ماشي الحال؟ بعثت لكم شي ثلاثه او اربعه فيديو على الواتساب، شفتوا الانرسي بحالتين، تمام؟ شفتوا كيف بتاثر على الحركه بحاله انه اذا انت انا عندي اوبجي اصلا ثابت. اذا بتتذكروا كان عندكم الولد اللي موجود على الترينو، هالولد هيدا قاعد هون على اخر ترينو، في كلب شو عمل؟ سحب الترينو، تمام؟ لانه ما في شيء ورا هيدا الولد، شو عمل الولد؟ وقع. طب مين بيفسر لي اون تيرم دينارسي ليش وقع الولد؟ إذا أنا قاعد بآخر السيارة وآخر السيارة مفتوح، إذا أنا قاعد بآخر السيارة وآخر السيارة مفتوح، ما في شيء وراي، ما في ظهري يسندني، وقلعت السيارة فجأة، هذا شيء كثير خطير. أنا ممكن أوقع، تمام؟ أو على الأغلب بوقع، ليش؟ يلا، قطعت لك فكرتك، كمل. إذا على الفورس القوي ما في تقاومة. إيه. ما في شيء الفورس قوي. الفورس ما في شيء قوي. ما في شيء قوي من الفورس. ليك بعد الفكره مشوشه شوي صغيره. سؤال، لما الشوفير بيدعس مثلا بنزين بالسياره، الفورس اتراكسيون بتاثر على هيكل السياره، على جسم السياره، بس مش على الراكب اللي موجود ورا. الكلب امبارح لما شد الترينو عمل فورس على الترينو، بس ما عمل فورس على الولد اللي موجود ورا، صح ولا لا؟ وبالتالي هيدا الولد شو كان؟ هيدا الولد كان، ايوه، اذا هيدا الولد كان انيسيالمون او كوا؟ او ريبو. نحن عم نقول اي جسم مادي عنده توندونس انه يكمل الحركه تبعيته انكور ان توندونس ناتورال ان با شانجي سون فيكتور فيتاس. لما تقول انت انكور اي او ريبو، معناتها الفيتاس تبعيته قديش بتساوي؟ بتساوي زيرو. بسبب الانرسي هالبروبريتي اللي هو عنده اياها، هو او ريبو وعنده توندونس انه شو؟ عنده توندونس انه هيدا الاوبجي يضل او ريبو. طيب معناتها ما حدا عمل عليه ولا فورس، الشيان اللي هون سحب الترينو بس ما سحب الولد، معناتها هيدا الولد عنده توندونس، اوكي، دو كوا؟ دو ريستي او ريبو. اذا شو بيصير بهالحاله هيدي؟ بيصير الترينو بيتحرك لانه صار في فورس عليه، ولكن الولد اللي عندي الانفان اللي عندي بضل محله. انسحب الترينو من تحت منه، فشو بيصير؟ بيصير هيك اذا بدك لوهله معلق بالهواء، وبعدين شو بيعمل؟ بيوقع. ماشي الحال؟ طيب، وشفنا كمان مثال ثاني، شفنا الكرسي وكنا حاطين عليها الكتب وتفشناها لهيدي الكرسي، تمام؟ فطبعا الكرسي شو عملت؟ تحركت، والكتب اللي عليها كمان تحركوا. لما اجت هيدي الكرسي اصطدمت مثلا بالطاوله او بالعائق اللي قدامها، شو بيصير هون؟ مين بيقول لي اون تيرن دينارسي؟ شو صار بالكتب بالاول؟ ومين بفسر لي هيدا الشيء اون تيرن دينارسي؟ الكتب بيوقعوا. لما بتجي هيدي الكرسي هون تصطدم بالطاوله، الطاوله شو بتعمل على هيدي الكرسي؟ بتعمل عليها فورس. هيدي الفورس بتصد الحركة، فشو بتعمل؟ بتوقف هيدي الكرسي. طيب هالفورس انعملت على الطاولة أو على الكرسي، بس ما انعملت على الكتب. إذا الكرسي هون أخذت فورس، ولكن الكتب ما أخذوا فورس. إذا ما عملنا قوة خارجية على الكتب، إذا ما عملنا قوة خارجية على الكتب، نحن قلنا امبارح إنه المادة عندها قصور ذاتي، هالقصور الذاتي هيدا، تمام؟ بخلي إنه هول الكتب
ما يقدروا يغيروا الحركة تبعتهم من تلقاء نفسهم، وبالتالي الكرسي بتوقف ولكن الكتب شو بيعملوا؟ بيكملوا الحركة تبعتهم. لما بيكملوا الكتب الحركة تبعتهم والسبورت تحت منهم بيوقف، بيصيروا موجودين بالهواء، وشو بيعملوا؟ بيوقعوا. شو عطينا عليها اكزامبل اذا بدكم اهم من ناحية السكيورتي، شفنا نحن امبارح انه اذا في عنا سيارة تمام، اذا هيدا الديركسيون، لما السيارة بتخبط بجدار بتعمل اكسيدان، السيارة شو بتعمل؟ السيارة بتوقف، ولكن الباساجير اللي موجود جوات السياره ما بيصير في عليه فورس، شو بيعمل؟ بيصير بيكمل الحركه تبعيته. لهيك انت لما تطلع على السياره مش على الطريق بسرعه 100 كيلومتر بالساعه، كل شيء بقلبها، الشبابيك، الاولاد، الشوفير، كل اللي موجود بقلبها ماشي بنفس السرعه بالنسبه للسول، كل شيء ماشي بسرعه 100 كيلومتر بالساعه. لما هيدي السياره فجاه بتخبط بشيء بتوقف، بتوقف لما بتخبط هيدي السياره بشيء بتوقف، لانه انعمل عليها فورس اكستيرير، ولكن الاشياء اللي جواتها، الاشخاص اللي جواتها ما انعمل عليهم هيدي الفورس، بكفوا الحركه تبعيتهم. اذا ال كونتينيو لور موفمون اوكي كوم الى تي، بيكملوا بسرعه 100 كيلومتر بالساعه ابدا، لحد ما شيء يجي شيء يوقفهم. اذا كان ما في سكيورتي بقلب السياره بيخبطوا بالازاز بالتابلو بهالشيء. مشان نحسن السكيورتي شفنا نحن كيف البالون الايرباج اللي بيطلع من الديركسيون فجاه، كمان في شيء ثاني، في ديسبوزيتيف سكيورتي ثاني غير الايرباج اللي موجود بالديركسيون بالتابلو من قدام. شو مين بيقول لي؟ حزام الامام تمام، السنتور اللي موجود عندي. اذا هيدي هي فكره، شو فكره الايرباج؟ بطل يخليك تتحرك، بيثبتك، بصير يخليك لك حزام الامام، بيخليك تكون جزء من المقعد، بيربطك بالمقعد. اذا وقفت السياره بيخليك توقف مع السياره تمام، مشان ما يتركك تكمل الحركه تبعتك بسبب الانرسيه تبعتك. اذا الماس كل ما تكون الشغله ثقيله اكثر، كل ما من الصعب انك شو تعمل تتحكم فيها او تاثر على الحركه تبعتها، اذا بتزيد الانرسيه تبعتها. نحن هلا عم نحكي عن شيء اسمه العلاقه بالانرسي دو كوا، انرسي دو روتاسيون. شو سميناها الانرسي دو روتاسيون؟ حدا ذاكر امبارح شو عطيناها تسمية خاصة هيك لما يزع عن الانرسي دو ترانسيسيون؟ عطيناها اسم خاص، شو كانت؟ قلت لكم اياها تقريبا باول البارتي، سميناها يا جماعة الخير مومون، سميناها مومون دينرسي. طيب، وقلنا انه المومون دينرسي بيعتمد على شغلتين، بيعتمد اول شغله هيدي المومون دينرسي اكيد بيعتمد على الكور. اذا سيت انرسي دو روتاسيون كون ابل لو مومون دينرسي ne dépend pas seulement du corps. اذا بتعتمد صحيح بتعتمد على الماس تبع الكور، ولكن كمان عندها اعتماد ثاني على البوزيسيون دو كور بارابور كوا، بارابور على العكس دو روتاسيون. اذا كمان بتعتمد على شو؟ اذا بدك على الفورم تبع الكور، او اذا بدك بتعتمد على شو؟ على البوزيسيون دو كوا، البوزيسيون دو شو كنا عم نسمي العكس دو روتاسيون على طول على طول بكل بروبليم؟ كنا نعطيه اسم واحد دائما، شو كنا نسميه العكس دو روتاسيون؟ كنا نسميه يلا دلتا. دلتا تمام، على البوزيسيون دو لاكس دو روتاسيون كوا دلتا. طيب خليني اورجيكم فيديو بهذا الوقت لحتى تشوفوا كيف شو اسمه، كيف البوزيسيون دو لاكس دو روتاسيون او البوزيسيون للماس بارابور لاكس دو روتاسيون كيف بتاثر على قصه المومان دينارسي. طيب يا جماعه بسم الله، حنعمل هلا شير لكان لشغله ثانيه. ما بعرف اذا بتبين معي هيدي الويندو، بدي اياها تطلع صوت وصوره عندكم. بعرف هذا المايكروسوفت تيمز عجيب، في شغلات ببينها في شغلات ما ببينها. طيب امري لله، خلينا على السكرين يا جماعه وخلينا ننتقل للفيديو. بين الفيديو عندكم؟ تمام، يلا خليني اغير شوي صغير الصوت بركي بيطلع عندكم ببين، لانه ماني عارف كيف اعمل له شير للسيستم ساوند. يلا شوفوا هذا. طيب مين بيقول لي شو عم بيصير هون بهالحاله هيدي؟ شو الشيء الغريب اللي صار؟ شو لاحظته؟ لما حط الدمبلز على الاكستريميتي على الاخر لما فتح ايديه عم يزيد. ايوه
شو عم بيصير بالسرعه؟ عم هات لشوف، عم رجع يزيد. رجع، عم بتزيد السرعه، طلع طلع، هات لشوف لما اندفش كبير حاله عم بلش يبرم. كبير عم يعلم. لك هن لما بيفتح ايديه لبرا السرعه بتخف، افتح ايديه لما بيضب بالسرعه. ايديه لجوا شو عم تعمل؟ السرعه عم تزيد. تمام، عرفته. اذا معناتها هون في عندك كونتيتي فيزيك، تمام، اسمها المومون دينرسي. شو عم بتعمل؟ عم بتتاثر بالبوزيشن تبعت الماس بالنسبه لشو؟ بالنسبه للاكس بالنسبه للاكس روتاسيون. على فكره الروتاسيون هون وين عم تصير؟ مين كان الاكس روتاسيون بهذا الفيديو؟ الزلمة هيدا النص هو تبع الزلمه، هو الاكس اللي بيمرق الزلمة. بيه، بيمرق بيه اذا بدك بدماغه لا يوصل لشو، لا السنتر تبع شو، تبع هيدا الديسك اللي هو واقف عليه. طيب شفنا شغله انه اذا هيدا الاكس دي روتاسيون، شفنا المسات لما عم بيكونوا قراب المسات على الاكس دي روتاسيون عم نلاقي انه الحركه شبه عم بتكون بتزيد. سريعه، تمام. ولكن لما عم بتكون هول الماس عم بيكونوا بعاد عن الاكس دي روتاسيون، تمام، شو عم بيصير بسرعه؟ السرعه عم بتصير شو؟ عم بتصير اخف. اذا مش بس قد ايه حامل اوزان هيدا الزلمه، قد ايه عنده ماس هيدا الكور بياثر على قصه الانرسي دي روتاسيون، كمان لا بوزيسيون دي ماس او لا بوزيسيون دي كور بارابور على الاكس دي روتاسيون افكت لا كونتيتي دي انرسي روتاسيونيل او سو كون ابل لو مومون دي انرسي. طيب يا جماعه كيف بنحسب المومون دينرسي؟ كومون كالكولي المومون دينرسي؟ اذا الانرسي دو روتاسيون دان سوليد بارابور ان اكس دلتا اي ميزوري بار اون غروندور فيزيك ابيلي مومون دينرسي. نعرف هذا الحكي انه الانرسي دو روتاسيون اسمه مومون دينرسي. كيف بعمل كالكول للمومون دينرسي؟ انا اعتبر عندك اكس دو روتاسيون اسمه شو؟ اسمه دلتا، وعندك ان بارتيكول، تمام، عندها ماس ام بعيده ان ديستانس بيتيتير بارابور اكوا؟ بارابور ا سيت اكس دلتا. Par définition, le moment d'inertie, l'inertie de rotation de cette particule autour de l'axe delta est égal à quoi? Est égal à la masse de la particule fois la distance qui sépare cette particule de l'axe de rotation fois quoi? Fois au carré. Et donc, la masse fois la distance au carré, c'est par définition la quoi? Le moment d'inertie ou l'inertie de rotation de cette particule par rapport à quoi? Par rapport à l'axe. طيب اذا عم اقول المومون دينرسي للبارتيكول بالنسبه للاكس دلتا شو بيساوي؟ بيساوي الماس للبارتيكول فوا لا ديستانس دو سيت بارتيكول على الاكس او كاري. مي بي شو هي الانيتي دون السيستم اس اي للماس؟ كالي لونيتي دون السيستم اس اي دو لا ماس؟ كيلوغرام. كالي لونيتي دون السيستم اس اي دو لا ديستانس؟ بيتيتر. شو بيساوي؟ كاري لانه اه هي بالمتر، ولانه في او كاري اذا شو بتصير؟ بتصير يعني بار متر كاري. اذا تضرب كيلو، صحيح، اذا عم تضرب كيلوغرام بمتر كاري لتعمل كالكول لشو؟ للمومون دينرسي. فبتطلع الانيتي دون السيستم انترناسيونال دو مومون دينرسي كيلوغرام فوا كوا فوا متر كاري. اذا شايفين شغله؟ الماس ام اللي هي سميناها اذا بتكون انرسي دو روتاسيون او لا ريزيستانس على اكسلراسيون لور دو لابليكاسيون دو لا فورس، كانت شو؟ كانت هالانرسي بتنقص بشو؟ بالكيلوغرام. اما المومون دينرسي بحاله الروتاسيون بتنقص بشو؟ بتنقص بالكيلوغرام فوا كوا فوا متر كري. طيب يا جماعه لما اذا بنرجع على السلايد اللي قبل بنشوف انه لما الديستانس ار كبرت، تمام، لما زادت الديستانس ار شو صار بالمومون دينرسي هون بهالحاله هيدي؟ زادت. إذا زادت الإنرسي شو بيصير بالحركة هون؟ بتصير أبطأ. طيب لما نقرب إيدي الزلمة يدبر المسات لجوا، شو صار بالديستانس بين الماس وبين الأكس دو روتاسيون؟ هيدا هو الأكس دو روتاسيون دلتا. تمام، إذا هيدي الديستانس صغرت، لما الديستانس صغرت شو صار بالمومنت إنرسي؟ بالمقاومة قلت. فإذا قلت شو بيصير بالفيتاس بهالحالة هيدي؟ الفيتاس شو عملت؟ زادت بهالحالة هيدي، أو صارت الحركة أسهل. طيب ماشي، دون لو كان جنرال إذا كان بدل ما يكون عندي مثلا ماس وحدة، كان عندي 1 2 3 4 عندي 100 بارتيكول، قد يعني قد ما يكون عدد البارتيكول، كيف بطلع المومنت دينرسي للسيستم اللي مكون من هول البارتيكولز كلياتهم، من هول البارتيكول كلياتهم بالنسبه للاكس دو روتاسيون دلتا؟ ليك شو عم تقول البروبريتي هون؟ قال انت اذا عندك البارتيكول نمرو 1، اذا في عندك شو هون؟ في عندك عندها مومنت دينرسي اي 1، تمام، عندك بارتيكول 2 عندها مومنت دينرسي اي 2، تمام، عندك البارتيكول 3 عند مومون دينرسي شو هو؟ اي 3، الى لان توصل لشو؟ للنمبر دو بارتيكول ان اللي هو يمكن يكون 10 100 1000 شو ما كان يكون. قال حتى تطلع المومون دينرسي توتال للسيستم بارابور اكوا بارابور على الاكس دلتا، نجمع شو بتعمل؟ بتعمل
الاي 1 لا بارابور دلتا بلس اي 2 بارابور تمام بلس اي 3 بارابور دلتا بلس اي ان بارابور دلتا وبنجمعهم. طيب كيف بطلع على الاي 1 يا جماعه؟ انا كيف بطلع على الاي 1؟ كيف طلع الاي 1؟ مثل ما شفنا من البارتي اللي قبلها، باخذ البارتيكل 1. البارتيكل 1 شو عندها ماس؟ عندها ماس ام 1. طيب قديش الديستانس بين البارتيكل 1 بين الاكس دو روتاسيون؟ هي ار 1. اذا ام 1 فوا ار 1 كاري بلس شو هي الماس البارتيكل نميرو 2؟ هي ام 2 بدي اميزها عن الام 1 مدار تكون هي ذاتها فوا البارتيكل 2 كان في ديستانس بيناتها ار 2 اوكي مع اكس روتاسيون. هون كان الديستانس ار 1 هون صارت ار 2 فوا ار 2 او كاري بلس اتسترا لاوصل لاخر بارتيكل بالسيستم. اخر بارتيكل بالسيستم اسمها ان، عندها ماس ام 2 ان وعندها ديستانس ار 2 ان اوكي من الاكس روتاسيون فوا كوا فوا كاري. اذا هون بتطلع الاي للسيستم بارابور كوا بارابور على اكس دلتا. طيب يا جماعه كابليكاسيون على هيدي الفورمول اوكي بدنا شو نعمل؟ بدنا نحل هيدا البروبلم الاكزامبل نيميرو 1. اذا الاكزامبل نيميرو 1 دون لشابيتر 10، ان سيستم اي فورمي دو دو بارتيكول ا اي بي. اذا عندك بارتيكول ا وعندك بارتيكول بي تمام، دو ماس ريسبكتيف ام ا اي ام بي سون ريليي بار اون تيج دو لونغور ال. عندها لونغور ال هيدي التيج اي دو ماس نيجليجابل. مين بيقول لي شو اهميه انه هيدي التيج عندها ماس نيجليجابل؟ هاي التيج اللي عم توصل ما يكون في شيء تنسون فيه، ما حيكون في عندها، ما حيكون في عندها انرسي، ما حتزيد اي انرسي على السيستم. ما لما بتكون الماس زيرو اي، ما هي لما انت سواء الماس او لما تقول انت الايجال ان ايوه ما حتزيد ولا حتنقص بالسيستم. اذا الماس زيرو معناتها ما عم بتزيد اي ريزيستانس او اي انرسي على السيستم. اذا عمليا بدي ركز على مين؟ على البارتيكول او على البارتيكول بي. طب شو مطلوب مني اعمل؟ déterminer le moment d'inertie du système par rapport à l'axe delta, like ou l'axe delta, sachant que la distance de A par rapport à l'axe delta est quoi à x. Et en, on t'a chopé à arriver à ce système, ou à ce problème, t'as fait une particule A, on a masse M de A, on a particule B, on a masse MB. Dès que vous avez un peu de particule A ou de particule B, on a mousselé avec un peu de tige. Dès que vous avez une tige longueur, on a longueur L. تمام. طيب وديش بعيده هيدي البارتيكول ا عن الاكس دو روتاسيون دلتا؟ بعيده ديستانس قديش بتساوي اكس. اذا وكانه ان ترم دو ام دو ا ام دو بي ال اكس جو في ديتيرميني كوا؟ جو في ديتيرميني اي دو سيستم، الاي للسيستم كلياته بارابور كوا؟ بارابور على الاكس دو روتاسيون دلتا. لاحظوا شغله، لاحظوا شغله، بس عم بحكي عن المومون دينرسي دائما عم حدد شو؟ عم حدد الاكس دو روتاسيون، لانه نحن شو قلنا؟ ان المومون دينرسي بتعتمد على الماس دو كور وعلى البوزيسيون دو كور بارابور على كوا؟ بارابور على الاكس دو روتاسيون. فاذا تغير الاكس دو روتاسيون بيظهر انه المومون دينرسي او الريزيستانس للسيستم بتتغير. مين عنده فكره كيف بده يشتغل؟ اذا بدكم خذوا دقيقه اعملوا كالكول ومنبلش نناقش الجواب مع بعض. يلا ما حدا يعطيني جواب دغري، بس خذوا اون مينوت. يلا هذا خلص الحل؟
شو هذا جاهز اللي كيف من حال نبي لي ليش حطيت هون ثلاث نقاط انا ليش جزأت السوليسيون لتروا ايتاب عم تسمعوني ولا لا لاحظ حالي عم بحكي لحالي اول شيء انه بدنا نحدد وين عم نشتغل وعلى اي كور نرجع الفورس وخشي نبلش نشتغل لحظة شوي صغيرة اي فورس هيدي انا ما في فورس هلا انا بس مجرد عم اعمل كالكول للمومون دي انرسي دي سيستم طيب السيستم عندي مكون السيستم عندي مكون من كام من كام بارتيكول السيستم اللي عندي انا بقول ديتيرمين المومون دي انرسي دي سيستم لو سيستم اي فورمي دو كومبيان دو بارتيكول بارتيكول ا و بارتيكول كوا بارتيكول بي طيب انا شفت بالسلايد اللي قبله انه اذا بدي اطلع المومون دي انرسي دي سيستم دو بارتيكول بياخد كل بارتيكل لحالها بطلع على المومنت انرسي تبعه وشو بعمل فيهم بجمعهم مع بعض صح ولا لا تمام يلا اذا انا عندي دو بارتيكل اذا عندي بارتيكل ا جو في كالكول لو مومنت انرسي دو لا بارتيكل ا بارابور ا كوا بارابور على اكس دلتا اي جو في كالكول لو مومنت انرسي دو لا بارتيكل بي بارابور ا كوا بارابور على اكس دلتا واخر شيء بدي اطلع المومنت انرسي دو سيستم بارابور ا كوا بارابور على اكس دلتا اذا انا حطيت البلان تبع الشغل يلا يا جماعه شو بيساوي المومنت انرسي دو لا بارتيكل ا بارابور على اكس دلتا غير مجد ما بدي مجد يجاوب بدي حدا ثاني يلا يلا على السريع كومون déterminer le moment d'inertie de la particule A par rapport à delta. Par définition, quel est le moment d'inertie d'une particule par rapport à un axe de rotation? On va y voir un chou. Yalla, hada ghair majad. Le chèb koun la naïmine hek. Batkoun hek yitla'b bittajil, انا عم عطوكم ما حدا عم يحكي غير واحد بالصف. لوين رحتوا؟ عبد الرحمن، عدنان، هادي، هادي، عبد الوهاب، مصطفى، محمد، عبد الرحمن، خلف. شو يا جماعة؟ طيب بس حدا يرد علي يقولوا لي إنه شو ما بعرف شو صار تسونامي بالبلد وماتوا الكل يعني؟ حدا يحكيني يقول لي بس أنا معك. أنا معك. نحن معك أستاذ. كثير منيح طيب عم بسالكم سؤال ما عملكم عملوا كالكول بس اعطوني الفورمول حتى إن شو اسمه نقدر نطلع المومنت انرسي دو لا بارتيكول ا يلا لك لو جاوبتوا غلط شو المشكله احكوا يلا لا تخافوا اذا كيف شو بكتب هون يلا كومون ديتيرميني اي دو ا بارابور ا دلتا شو الفورمول كيف بعمل كالكول للمومنت انرسي للبارتيكول بضرب الماس تبعيتها بالديستانس بينه وبين الاكس دو روتاسيون طيب ماشي شو البارتيكول اللي عم يشتغل عليها مسميها ا طيب البارتيكول ا شو الماس تبعيتها يلا البارتيكول ا شو الماس تبعيتها ام ا تمام ام ا ماشي ضرب الديستانس بين البارتيكول ا والاكس دو روتاسيون شو اسمها X بس صحيح اذا هي بالفورمولا طول بالك هلا ماني مضطر على ال اذا هي الام دو اف ولا ديستانس انت لا بارتيكول ا الاكس دو روتاسيون هاي الفورمولا هون عم سمعها تسميع حفظ اوكي اذا بدي اعمل رامبلاسمون هي ام دو اف و الار دو ا هي شو هي اكس اذا الار دو ا ايجال اكس اذا ام اف و اكس اوكري خلص خلصنا منها يلا بارتيكول بي الماس بارتيكول بي شو اسمها ام بي MB, طيب, fois la distance entre la particule B et l'axe de rotation. طيب, يلا, شو بتساوي, شو بتساوي ال R de B, la distance entre la particule B et l'axe de rotation, قديش بتساوي? تلتين ال L. تلتين, تلتين, نص, هذا الاختراع تبعنا, مجد لك, هاي المسافة كلها ياتها من هون لهون, قديش قيمتها? ال كله عفك ال هي اللونجر لاتيج اللي تربط بين الاو وبين البي طيب اذا جيت شلت منها اكس هالبارتي اللي اسمها اكس قديش بيضل عندي من هون لهون فيك تعتبرك ال مو اكس ما فيني اعتبرها هي ال مو اكس اها معناتها اذا الار دو بي اذا هيدي ال مو اكس ايجال كوا ايجال ار دو بي والاكس هي شو بتساوي بتساوي الريون دو كوا الريون دو ا اذا ار دو ا
Et une fois, L moins X à la puissance quoi? À la puissance 2. Tamam, خلاص خلصت. شو بدي اعمل هلا للإلى سيستم؟ الإلى سيستم par définition, c'est I la particule A plus I de quoi? Plus I de la particule B. وبعمل remplacement للـ résultat اللي لقيتها بالإتاب 1 والإتاب 2 est égal à. يلا. الإي دو A هي M fois A au carré fois X de A au carré أو X au carré plus M la particule B fois quoi? Fois L moins X à la puissance 2. هيدي هي هذا هو كل البروبليم. إذن إي لا سيستم سي إي دو أ بلس إي دو بي. أوكي هلا الإي لا تيجي قديش بتساوي الإي لا تيجي؟ إذا أنا بدي يكون هيك شو بيقولوا كثير دقيق، قلنا الإي لا تيجي شو بتساوي؟ بتساوي زيرو، حكيناها بأول البروبليم. لما تيجي الماس تبعيتها نول، أوكي لا الماس نيجابل، دونك سون مومون دينيرسي الإي تبعي بالنسبة للأكس دو روتاسيون سي كوا سي نول، تمام؟ ضل عندي الإي دو أ والإي دو بي، دونك سي أم أ إكس كاري بلس أم بي فاكتور دو إل موا إكس أو كاري. طيب عندي بروبليم ثاني هلا أو قبل البروبليم الثاني بدنا نشوف إذا عندي أنا أشكال معينة مثلا بالميكانيك كومون ديتيرميني لور مومون دينيرسي. طيب أول شغلة حنبلش فيها أول شكل هندسي حنبلش فيه هو شو هو السيرسو. السيرسو حقيقة هو عبارة عن إذا بدكم شيء مثل السيركل أو مثل الخاتم، تمام؟ طيب الأكس دو روتاسيون اللي راح ناخده ليكو السنتر تبع السيرسو، الأكس بيخترق هيدا السيرسو بالنص، تمام؟ بيربوندكولار على البلان تبع، إذا الأكس دو روتاسيون شو عامل؟ مرق رسمة الكتاب أحسن من الرسمة تبعيتي، إذا الأكس دو روتاسيون شو عامل؟ مخترق السنتر تبع السيرسو، تمام؟ وبيربوندكولار على البلان تبع السيرسو، إذا عندكم شيء هيك مثل خاتم ماس موزع على فورم شو؟ على فورم سيركولار. بدنا نطلع المومان دينرسي دو دو سو سيرسو بارابور اكوا بارابور على الاكس دلتا. بيطلعوا هون شوي صغيرة على الباراجراف وركزوا لي خصوصا على اخر كم سطر، بيقولوا شو التكنيك اللي اعتمدها حتى يقدر يطلع المومون دينرسي دو سيرسو. يلا كيف فكر؟ على فكره انا اقول لكم شغله، المومون دينرسي دو سيرسو الريزلتا فينال المومون دينرسي دو سيرسو بارابور ا ان اكس passant par le centre et perpendiculaire au plan du cerceau, طلعت معه الفورميل تبعيته اي ايغال كوا اي ايغال الماس دو سيرسو فوا سون ريون او كاري. تمام ماس سيرسو هو عباره عن شو؟ الخاتم هيدا هو عباره عن دائره، والدائره عندها شو؟ عندها سنتر وعندها ريون، اذا الريون تبعها هو شو؟ جران ار. طلعت معه تمام بتساوي ام فوا لو ريون او كاري. كيف طلع هيدا الريزلتا؟ بيقول له شو التكنيك اللي اعتمده؟ شايفين شيء اسمه هون DM DM تتذكر وما كنا نستعمل بيتي دي كلكو شوز بالميكانيك وين شفنا دي دي اكس دي ايغريك ايوه صحيح بالديريفي. اذا بتتذكروا كنا نقول مثلا دلتا اكس لما نقول الدلتا اكس تون فير زيرو او دلتا اكس تقريبا بتساوي زيرو، يعني في عندك فارياسيون كثير صغيره للاكس، بدل ما كنا نكتبها بهيدي الطريقه كنا ناخذ بيتي دي اكس، صح ولا لا؟ بيتي دي اكس. طيب السيرسو هيدا السيرسو اللي عندي هون عنده ماس جران ام، اذا انت السيرسو عنده ماس جران ام وعنده ريون جران ار. طيب هو لما اجى قسم جزء السيرسو ل سيكسيون صغار لبارتي صغار هيك لانترفال صغار لسيجمون صغار، شو اعتبر؟ اعتبر انه كل سيجمون كل انترفال صغير عنده ماس، اذا من الجران ام اخذ ان بيتيت ماس دي ام. طيب مين بيقول لي لما بجزء السيرسو بيقطع السيرسو لهالقطعه الصغيره هدول شو المشترك بيناتهم كلياتهم؟ هول الماس دي ام ا اذا بدك والدي ام 2 والدي ام 3 هالشقفه الصغيره هون والدي ام 4 والدي ام 5 الدي ام 1000 الدي ام مليون كلياتهم شو المشترك بيناتهم؟ مين الشاطر اللي بيقول لي؟ هني على نفس بعضهم من الاكس عفاك 100% هن كلياتهم بعاد على الاكس دو روتاسيون مسافه مقدارها شو هي؟ مسافه مقدارها الريون لشو؟ لهيدا السيرسو. طيب اذا انا بيطلع الاي للسيرسو كلياته، الاي للسيرسو اللي هو بيمثل السيستم عندي. طيب شو بتساوي الاي للسيرسو بارابور على الاكس دلتا؟ شو بتساوي؟ بتساوي اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 بلس اتسترا، قد ما جزء انا اكثر واكثر قد ما بيطلع عندي تيرم اكثر. طيب شو هي شو هي الاي للسيكسيون نيميرو 1؟ هي الماس تبعيتها اللي انا سميتها بيتي دي ام ا فوا. طيب قديش بعيده هيدي الماس عن الاكس دو روتاسيون؟ جران ار.
ما تنسوا انه الاي للبارتيكول بتساوي الماس للبارتيكول ضرب الديستانس او كاري. اذا فوا كوا فوا ار2 بلس الاي للانترفال الثاني للسكسيون الثانيه تمام، هي الماس تبعيتها اللي سميتها بيتي دي ام دو فوا ار او كاري بلس اتسترا. اذا شوف اني اخذ فاكتور كومان بكل هول الترمات، شو المشترك بين الدي ام ان ار او كاري؟ هي ار2. اذا دي ام ان الماس للانترفال الاول زائد الماس للانترفال عفاك 100% وعم بضربها بالريم وكاري، بس شو بتساوي الماس للجزء الاول زائد للجزء الثاني للجزء الثالث لكمل البرمي كلياتها، لكن بتطلع بتساوي الماس للسيرسو كلياته وريم وكاري. اذا هيك بنكون برهنا عملنا ديمونستراسيون انه لما بيكون في عندك خاتم تمام، هالخاتم هيدا محور الدوران هو الاكس النصاني هون اللي بيمرق بالسنتر تبعه وبيربونديكولار على البلان تبع السيرسو تمام، بيطلع انه المومنت دينسيتي تبعه شو بيساوي؟ بيساوي ام فوق وفقد. هلا بدنا مضطرين نعمل الكالكول لكل فورم جيومتريك موجود عندي بالميكانيك، في عندي انا هون تابلو بقلبه جامع الريزلتا كلياتهم. هلا المشكله هون وين؟ المشكله لما انا بدي اجي احفظهم بيكونوا بلوي، اذا ما عطوني اياهم مثلا انا بالوقت اللي انا بضطر عليهم ساعتها بوقع بازمه انه كيف بدي احفظ هدول الريزلتا. طيب ولكن بس ما تعتلوا هم، في طريقه اذا بدكم في تكنيك فيكم تحفظوهم فيهم او ترتبوهم فيهم حتى لو ما كنتوا عم تستعملوهم كثير. طيب ده باقي معي وقت من السيسيون تقريبا معي شيء خمس دقائق، في شيء خمس دقائق او اقل شوي صغيره، نحن للتسعه شيء اربع دقائق تقريبا. طيب ماشي يا جماعه الخير، بس اللي بدي اقول لكم عليه انه اذا الله راد للمره الجايه حنحكي على التالي، بدي اسباس فيد اكتب فيه انا ماني مهيئه تقريبا، بدنا نعمل شغله، بدنا ناخذ نحن السيرسو تمام اللي كنا عم نشتغل هلا عليه، بدنا ناخذ اذا الدائره الاكس دو روتاسيون بيكون مارق، شو مثل ما قلنا بيكون مارق بالسنتر تبع هيدي الدائره، بدنا ناخذ اذا بدكم سيلندر تمام، بدنا ناخذ سيلندر تمام مثل هيدا السيرسو بس ولكن عنده طول معين، عنده لونجر اذا بدك، وكمان الاكس دو روتاسيون تبعيته حيكون هو شو الاكس برينسيبال تبع السيلندر تمام، وبدنا نشوف المومنت دينرسي شو بيساوي بارابور على الاكس دو روتاسيون دلتا اللي هو شو اللي هو مارق بالسنتر او هو الاكس برينسيبال. من بعد السيلندر بدنا ناخذ مثلا طابه مثل طابه التنس او مثل طابه البينج بونج، بكون قلبها فاضي ولا مليان من جوا؟ مليان. لا طابه التنس او طابه البينج بونج بيكون قلبها شو؟ بيكون قلبها من جوا فاضي، بيكون هواء عباره عن هواء. بدنا ناخذ اكس بيكون هو عباره عن شو؟ هو عباره عن الدياميتر اذا بدك تمام لهيدي الطابه. بعدين بعد ما ناخد السيرسو لما بيكون فاضي من جوا بدنا ناخد يا جماعة الخير شو؟ بدنا ناخد ديسك ماشي، بدنا ناخد ديسك وبدنا ناخد من غير الديسك بدنا ناخد سيلندر، بس بدل ما يكون من هيدا السيلندر الفاضي بدنا ناخده كمان اوكي مليان من جوا، واخر شيء بدنا ناخد شو؟ بدنا ناخد بول، هيدي البول مثلا اذا بدك مثل طابة البولينج او مثل اي قلة معدنية بيكون قلبها شو؟ بيكون قلبها مليان. بدنا نشوف اوكي اذا بدكم بهيدا الترتيب شو بيساوي المومنت دينرسي لكل فورم بارتيكولير موجود عندي. ماشي يا جماعة الخير، نلتقى لك نحن وياكم اذا الله راد يوم السبت. الديفوار اللي حكيت لكم عنه امبارح مددت له الديو ديت تبعه هو لنهار الجمعة، اذا بتريدوا الكل يعملوا لحد هلا في واحد مسلمني اياه بس. يلا السلام عليكم.